قالت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا إن طائرة ركاب تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانجا كال بنانغ في جزيرة سومطرة. وأكدت الوكالة أنه تم العثور على حطام في موقع فقدان الاتصال بالطائرة المنكوبة، موضحة أنه لا يمكن تأكيد وجود أي من الناجين. الحزن يحط بمطار جاكرتا، قلوب مفجوعة وأعين باكية على من رحلوا في رحلة إلى العالم الآخر. بقع الزيت تطفو فوق مياه بحر جاوة، ومعها الجثث والأشلاء والأمتعة. جسم طائرة الموت قد يكون هنا على عمق 35 مترا. وصلنا بلاغ من برج المراقبة على الساعة 6:50 مفاده أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار. الجيش والشرطة يساعدان في البحث عنها. من مطار جاكرتا كانت بداية رحلة لم يكن أحد يدري أنها إلى الموت. في العادة تستغرق الرحلة إلى مطار جزيرة بانجا كال بينان الواقعة ضمن أرخبيل سومطرة ساعة كاملة أو أزيد بقليل. هذه المرة لم تدم إلا 13 دقيقة، واختفت طائرة شركة لاين آر. الغواصون يبحثون عن حطامها في أعماق هذه البقعة قرب منشأة تكرير عائمة قبالة سواحل جاكرتا. الرحلة جي تي 606 ستبقى عالقة في الأذهان وأيضا في السجلات السوداء. الطائرة حلقت سابقا من ديمباسار إلى جاكرتا، وقد كان هناك تقرير عن مشكلة فنية تم حلها وفقا للإجراءات. الطيران شريان حياة رئيسي في إندونيسيا التي تتشكل من 17,000 جزيرة، لكن حوادث الطيران كثيرة. وقبل 4 سنوات كانت كارثة تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران آسيا وعلى متنها 162 راكبا. أما فاجعة لاين آير وهي شركة حديثة فتمثل ضربة قوية لسجل سلامة الطيران في البلاد. الأوروبيون والأمريكيون رفعوا الحظر عن شركات الطيران الأندونيسية في 2007. اليوم بات شبح إعادة فرضه يلوح في الأجواء.